نظراً للانقطاع عن شرب الماء طوال ساعات النهار في رمضان، فلا بد من انخفاض حجم السوائل في الجسم والإحساس بالعطش. بعض الإرشادات اللي غتساهم في خفض الشعور بالعطش وعدم الزيادة ديالو وعدم كذلك الجفاف اللي كيزيد من الشعور بالكسل والإرهاق، غتقدمها لنا المختصة في التغذية كوثر حيداش، مختصة في التغذية والحمية بجديدة. صباح الخير. صباح الخير جيهان، مرحبا بك. بارك الله فيك، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا جيهان. موضوعنا هو الشعور بالعطش طيلة اليوم، فالله يحسن العوان كاين بعض المدن يعني وفي هذا النهار وابتداء تقريبا من شهر رمضان كتعرف واحد الحرارة مفرطة، الناس يعني اللي كتخدم واللي واقفة واللي عندها يعني الأعمال اللي كتكون شوية شاقة، فصراحة كيدوزوا النهار عطشانين بزاف وكيحسوا بهذا الإحساس أكثر من نحن للا كوتر. فهذا الشعور بالعطش واش ممكن المقاومة ديالو التخلص منه يعني بالتغذية تقريبا من الإفطار إلى السحور؟ طبعا جيهان، الوغ بالنسبه للشعور بالعطش خلال رمضان، الوغ ما نخافوش، كيف ما قلتي كنصوموا لمده كتجاوز 16 ساعه، وكاينين بعض المدن اللي كتعرف ارتفاع كبير في درجه الحراره، وبعض الاعمال يعني الشاقه اللي كتستوجب مثلا تعرق او لهذا، فكتخلي الجسم كيشعر بالجفاف طوال اليوم. فما نخافوش، يعني حاجه منطقيه، غير هو كاين استثناءات. يعني كاينين شي ناس اللي كيقول لك انا بكثره العطش اللي كيجيني بعض المرات كنحسب راسي بحكم مضطر وكنقول غادي نفطر صافي. يعني وصل لدرجه كبيره ديال العطش. فهاد الشيء الا بغينا منين كتهضر مع هاد السيد او لما مثلا كدير معاه واحد شويه واحد البحث شنو كتاكل باش كتفطر باش كتسحر، فكتلقى هاد الشيء شي حاجه منطقيه. لا كوتر، للأسف الشديد تقطع الاتصال بكوتر حيداش. غناخدوك بعد قليل، لأنهم المهم أننا نعرفوا هذه الإرشادات هذه لأنها مهمة وهي اللي صراحة غتنفع الصائم. يعني خصوصا حنا كنعرفوا بأن أشعة الشمس يعني اللي كتكون يعني حارة ومباشرة هي ربما كذلك تكون كذلك يعني كتساهم في هذا الشعور بالعطش. ياك لالا كوتر معانا؟ انا معاك. مشات واحد الوقيته بحال مشى الاتصال او تقطع الاتصال. تفضلي لالا كوتر. اذا ملي كتجي تسوليه كتعرف انها شي حاجه منطقيه بزاف انه يشعر بالعطش. علاش؟ وبالتالي علاش؟ لان السلوكيات ديال المغاربه في خلال هذا الشهر الفضيل كتتجه بالدرجه الاولى انهم كياكلوا اغذيه استثنائيه. يعني عاليه الدسم، معقده في الهضم، كيزيدوا التوابل بزاف، لي صوص. منين تهضر على الصوص كاين اللي فيهم زبده لا كريم فريش، الوغ هاد الاغذيه الدسمه او المعقده ديال معقده في الهضم كتستوجب كميه كبيره ديال المياه. هاد الكميه الكبيره ديال المياه يعني منين غادي يجيبها الجسم؟ كياخذها من عند جميع الاعضاء وكيعطيها للجهاز الهضمي. فالوغ تما كيولي منطقي بزاف انها السيد يشعر بالعطش. عاده اخرى اننا في خلال شهر رمضان كناكلوا اما مالح بزاف او حلو بزاف. او لكن بعض العائلات اللي كياخذوا بجوج. الوغ منين كنهضر على الملح، ما كنهضرش على الملح ديال اللي كنزيدوها ملح الطعام بوحدو، وانما كنهضر على المواد المصنعه، كنهضر على الاجبان، كنهضر على الزيتون، كنهضر على المخللات. دونك هادشي كامل هي مواد ما زدناش ليها الملح بيدينا، ولكن اضيفت لها الملح. يعني شي حاجه منطقيه بزاف ان هاد الشيء كيزيد في العطش. ونعطيك واحد المثال. ان حتى في الايام العاديه طوال السنه كيقول لك الواحد انا نهار كناكل شوط كنبقى عطشان نهار كامل. تمام. علاش؟ العيب ماشي في السمك. العيب فينا اننا كنزيدوا فيه الملح بزاف، واننا منين كنمشيو نشريو كنقول لك السيد عطاك زيد لي الملح. نعم، خصوصا السردين اللي كان فيه شوايه وبالتالي. تماما، حنا في الجديده يعني كنعاين هذا الشيء كل نهار. من قرب. نعم. ملي كتمشي للسوق ديال السمك كتلقى بإضافة أن السمك جاي من وسط مالح اللي هو البحر. نعم. فأننا كنزيدوا ليه الملح. نعم. هذا من جهة. نعم. من جهة أخرى كاين واحد الخطأ اللي هو شائع
شائع بزاف ان الناس تيقولوا ان منين تنشرب الماء بارد بزاف تروي لي العطش ديالي. الوغ هذا ماشي شي حاجه صحيه. منين تنشرب الماء بارد بزاف راه كنعنف المعده ديالي. كنخلي ديك الشعيرات الدمويه اللي كاينه في الجدار ديال المعده كتقلص. وبالتالي ما تاديش الدور ديالها مزيان. وهنا فين تيظهر دائما انت كتشرب وانت كتطلب الماء. انت كتشرب وانت كتزيد الحاجه ديالك الماء. اضافه الى الامساك، اضافه الى كيف ما قلتي الشعور بالخمول، بعسر الهضم، هادشي كامل مشاكل ناتجه عن شرب الماء البارد. وهنا نقدروا نصحوا هذا السلوك. مثلا انا كنصح الناس اللي قرابين ليا ان خلال شهر رمضان ما كاينش وقت مثالي لشرب الماء قبل الاكل او بعد الاكل او اثناءه. حنا غنشربوا الماء طوال فتره اللي كنفاقوا فيها الصيام، يعني من المغرب حتى الفجر على راس كل مثلا 21 دقيقه. وحنا كنشربوا الواحد ياخذ فوالا الواحد ياخذ على راس كل 20 دقيقه واحد كيف 150 ملل ديال الماء، ما يعادل تقريبا كاس ديال العنبه كيف ما كنقولوا. كاس عنبه مزيان. نعم فوالا، يعني تقدر تشربوا شي حاجه، تقدر تجي غيرها ماشي تقريبا. المقدار اللي خاصنا نشربوا ما بين يعني وجبه الافطار والسحور شحال تقريبا؟ خاصنا نحاولوا نوصلوا 2 لتر. جوج لتر ديال الماء. نعم هي اللي تقدر شويه تكالي علينا النهار كامل. واش عندها دور كبير في انها تقدر شويه تقاوم لينا العطش؟ لالا طبعا الا شربتها بهذه الطريقه اللي انا كنقول لك ضروري غادي تخليك ما تشعرش بالعطش، اضافه الى تصحيح ديك السلوكات اللي فايتين قلناها. وواحد اشاره واحد اشاره جهان. ان ممارسه الرياضه خلال وسط النهار. يعني كتكون الشمس عموديه على الارض وتما كتكون يعني كتوصل الذروه ديالها. كاينين الناس كيبان لك راه لابس لي باسكيت ديالو ماشي كيتمشى حدا البحر اولا كيجري. كاين الناس اللي كيمشيو حتى للجرى اولا كيلعبوا لي ماتش اولا هذا. دونك هنا الجسم كتعرضه للتعرق. يعني كيبقى السوائل بصفه كبيره. وهذا التعرق فيها حتى الاملاح المعدنيه. دونك هاد الجسم هاد الشخص ضروري انه يحس بالاجتفاف. خاصنا عاوتاني بالنسبه للملابس، الناس اللي كيرتديو الملابس ثقيله يحاولوا يخففوا الملابس. تكون ملابس مثلا اللي كتساعد على التهويه. هادشي كامل يعني كيخلي الانسان انه يقاوم هاد الشعور بالعطش. طيب وهناك يعني بعض العناصر الطبيعيه وكذلك العناصر الغذائيه اللي ممكن كذلك تقاوم من غير الماء؟ يعني الناس كنشوفوا كياخذوا الدلاع هاد الايام يعني بكثره، يعني كشهوه راه شهيوه ولكن كانه يقاوم العطش اثناء النهار. الوغ اثبت علميا ان البطيخ كيقاوم العطش. وهذا الشيء كيبان لانه كيحتوي على نسبه كبيره من الماء استثنائيه من المياه. غير هو عافاك بالنسبه للناس اللي غادي يسمعونا اللي مصابين بارتفاع السكري او ارتفاع الدهون في الدم خصوصا التريغليسيريد. دونك هاد الناس خاصهم يحتاطوا من الكميه ديال البطيخ اللي غياخذوا. ماشي يمتنعوا عليه كليا ولكن ياخذوا واحد لابوغتيون يعني 50 غرام. نعم ما يتجاوزوش هذه الكميه وما يكونش بشكل يومي. اضافه الى مثلا يعني الانسان الى اعتمد بالدرجه الاولى في التغذيه ديالو في رمضان على الخضر فغادي يكون يعني دار في راسه واحد الخير كبير. الخضر كتحتوي على كميه كبيره ديال المياه ديال الاملاح المعدنيه ديال الالياف. هاد الالياف كتبقى في المعده مده طويله. دونك كتخلي يقاوم الجوع. فيها نسبة كبيرة ديال المياه. دونك كتخلينا نقاوم العطش. يعني أنا بالنسبة لي الخضر والفواكه خصوصا الخضر هي خاصو يعتمد عليها بالدرجة الأولى في التغذية ديالو. غيكون حار هكذا يعني قطع واحد الصوت كبير في مقاومة العطش خلال نهار رمضان. طيب خضر مطهية، خضر طازجة؟ ألوغ ياخذها بالطريقة اللي بغى. غير هو فوالا غير هو بالنسبة لمقاومة العطش الخضر اللي طازجة فهي غتقاوم العطش أكثر. غير ولكن في الأيام يعني المتعارف عليه أن ثلث الكمية ديال الخضر خاصها تكون طازجة والثلثين خاص يكون مطبوخ. طيب هذا هنا يعني كندخلوا حتى مقاومه ديال الاسمده، مقاومه ديال الدويات اللي تيداوي بهم. نعم وهذا نعم يعني نعم كوثر، شكرا لك على كل هاد الارشادات وهاد النصائح. كوثر حيداش مختصه في التغذيه والحميه بمدينه جديده، تحياتي لكم الناس ديال جديده من خلال كلكم. بارك الله فيك جيهان، شكرا لك وشكرا مستمعي الافاضل. الى اللقاء.